رفعت الراية، فتحت البوابات على بركة الله لتنافس يجمع أفراس الإنتاج عمر الأربع سنوات فأكثر التي ربحت انتصار وكذلك التي لم تربح، تجتمع على مسافة 2000 متر وقيمة الجائزة 54,000 ريال في دورتين حول المضمار ما بين الأفراس والانطلاقة. تبدأها مندوبة الشمال في المركز الأول للأسماء المرشحة في هذه المواجهة والتنافس مشاهدينا الكرام ما بين الأفراس مندوبة الشمال وقلايد في صدارة هذا الشوط مع محاولات ريم التنهات أيضا من الخارج للتقدم. الآن ريم التنهات للمركز الأول، الآن تقود الأفراس وقلايد في المركز الثاني، مندوبة الشمال في المركز الثالث، محاولات شاهقة للتقدم الآن في المركز الرابع فيما تحاول بقية الأفراس اللحاق بالمراكز الخمسة الأولى متقدم وتحسين مواقعها في هذه الانطلاقة. مشاهدينا الكرام ريم التنهات في المركز الأول، قلايد في المركز الثاني، ابنة لاهوم المركز الأول لابنة لمح البرق ريم التنهات. قلايد الآن تنتزع الصدارة والمركز الأول من ريم التنهات، قلايد للمركز الأول بطولين. الآن محاولات التقدم أيضا من قبل الشاهقة ومحاولات بقية الأفراس. مشاهدينا متابعينا الكرام زاعمة تحاول التقدم فيما قلايد تقود الأفراس في المركز الأول، ابنة لهم في المركز الأول، مندوبة الشمال تحاول مع زاعمة وكذلك مع شاهقة للحصول على المركز الثاني، فيما قلايد في المركز الأول مع عبد العزيز عبد الله الشريمة. المنعطف الأخير ما بين الأفراس التي ربحت وكذلك التي لم تربح وقلايد وشاهقة والأربعمائة متر الأخيرة. مشاهدينا الكرام قلايد في المركز الأول، شايقة في المركز الثاني، محاولات أيضا من سوالف للتقدم. مشاهدين الكرام قلايد شايقة، قلايد للصدارة تحافظ على التقدم يا وشايقة المركز الثاني، سوالف في المركز الثالث، مندوبة الشمال في المركز الرابع وزاعمة في المركز